السلام عليكم، معكم مالك الرواحي، المركز الوطني لإحصاء المعلومات. راح أعرض إن شاء الله اليوم تجربة عمان في التعداد الإلكتروني، تعداد سكان المساكن المنشآت. طبعا تعداد عمان لعام 2020 هو يعتبر رابع تعداد تقرير السلطنة، اعتمد بشكل كلي على منظومة السجلات الإدارية المتوفرة في الدولة. طبعا احنا رابع تعداد، تعداد اول كان في 93 ثم 2003 ثم 2010. كانت تعدادات سابقه مبنيه على الزيارات الميدانيه للاسر، يعني يتم زياره الاسر في مساكنهم واخذ المعلومات بطريقه مباشره من الاسر. في تعداد 2020 يعتبر تعداد استثنائي وتجربه جديده تجريها السلطنه، اللي هي لم يتم زياره اي مسكن ولم يتم نزول الميدان، طبعا جمع البيانات من خلال الملفات والسجلات الموجوده في الدوله. راح اتناول بعض المواضيع بشكل سريع، عن اتكلم عن الاطار القانوني للتعداد، الهدف بالتعداد السجلي، المراحل اللي مر فيها التعداد، ومصادر البيانات. اتكلم عن منظومه بيانات التعداد الالكترونيه وأهم المبادرات مشروع التعداد وبوابة البيانات الإلكترونية للتعداد. طبعا يمثل المرسوم السلطاني 2015 رقم 15 على 2015 اللي هو الإطار القانوني والمظلة الأساسية للتعداد، وكان الهدف الأساسي أو رؤية التعداد منذ 2015 هو بناء معلومات اجتماعية واقتصادية تكون تتسم على أن تكون محددة وذات صيغة مكانية، طبعا من خلال بناء منظومه معلومات الكترونيه. هذه منظومه معلومات طبعا بنيت خلقت لاهداف تتعلق بالتعداد، توفر هذه طبعا بيانات وطنيه شامله ذات جوده عاليه، ونفس الشيء تكون متكامله ومرتبطه مكانيا، بحيث انه تدعم اتخاذ القرار بشكل آني وبطريقه بيانات محدده. المراحل الأساسية طبعا مر مشروع التعداد، احنا بدء التنفيذ الفعلي للتعداد بدأت مراحله من 2017 عام 2017، ومر بعدة مراحل. كانت بداية هو دراسة الأنظمة الموجودة في أنظمة السجلات الموجودة في جميع الجهات والإجراءات المتبعة، دراسة جاهزية البيانات، نفس الشيء تم دراسة طريقة تحديث هذه البيانات والإجراءات في عملية تحديثها، تم دراسة وضع منهجيات إحصائية لتحويل بيان من بيان إداري إلى بيان إحصائي يستخدم إحصائيا، نفس الشيء تحديد مدخلات معينة تدخل في منظومة التعداد بهيكلية معينة، وكان متزامن مع بناء المنظومة. في 2020 بدأنا بعملية الربط الإلكتروني الجهات مصادر البيانات مع منظومة التعداد الأساسية في التعداد. طبعا هذا الربط الإلكتروني يوفر تدفق آني للبيانات من خلال منظومة إلكترونية، وبالتالي تحويل بيانات من بيان إداري إلى إحصائي، ومن ثم عملية النشر كانت في 2000 في يعني يوم 14/12/2020. مصادر البيانات طبعا تم تحديد عدة مصادر للبيانات. التعداد هو ثلاث قوالب أساسية للتعداد أو ثلاث وحدات إحصائية، جزء خاص بالسكان وجزء خاص بالمساكن والمنشآت. لكل وحدة إحصائية السكان مثلا تم تحديد عدة مصادر للبيانات، بيانات من شرطة عمان السلطانية تتعلق بالأفراد، بيانات الأفراد وبيانات مثلا المتعلقة بالمستوى التعليمي مصادرها وزارة التربية والتعليم العالي والبيانات الأخرى حسب نوع البيان وحسب المالك الأساسي للبيان. بيانات الخاصة بالباحثين المشتغلين والمتقاعدين طبعا وزارة العمل، كذلك بالنسبة لبيانات الخاصة بالمساكن وزارة الإسكان والبلديات ومجموعة نماء، بالإضافة إلى المركز وطن إحصاء المعلومات البنية الجغرافية المتوفرة في المركز. وبيانات المنشآت تم تحديد عدة مصادر، وزارة التجارة وزارة العمل والبلدية.
هنا طبعا لكل مصدر تم تحديد عدة ملفات لكل مصدر. الشرطة على سبيل المثال 4 ملفات، ملفات الأفراد، ملفات العناوين، شجرة العائلة والتأشيرات، ملفات تخص بالمركبات. لكل مصدر تم تحديد ملفات معينة بنيت في المنظومة وتم الاتفاق مع الجهات مصدر البيان بتزويد المركز بشكل آني بالبيانات متفق عليها حسب الملف المتفق عليه مع الجهة، كل جهة. هنا مجموعة الجهات الحكومية التي نستورد منها بيانات بشكل آني في مختلف الملفات. طبعاً منظومة التعداد، تم بناء منظومة تعداد إلكترونية. منظومة التعداد تتكون من عدة قوالب. في البداية القالب الأول أو القواعد المبدئية اللي هي البيانات التي تستلم من الجهات. طبعاً يتم ربط إلكتروني مع الجهة، تدفق البيانات بشكل إلكتروني. بعض الجهات تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بشكل نهائي يعني، وبعضهم في مراحل نهائية للربط. يتم عملية تدقيق على البيانات في المرحلة الأولى، تدقيق تقني ومدى ترابط البيانات مع بعضها البعض، ثم تنتقل إلى مرحلة ثانية أو قاعدة ثانية اللي هي البيانات المتكاملة. يتم هنا تدقيق منطقي للبيانات، ربطها بقواعد تدقيق منطقية، مثال التوافق البيان، هل العمر متناسق مع المستوى التعليمي، هل الحالة الزواجية متناسقة مع العمر، وغيرها من البيانات أو قواعد التدقيق. طبعا هنا تكون بيانات فردية، يتم تنتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة قواعد البيانات المشفرة. يتم تشفير جميع البيانات الفردية حفاظا على سرية البيانات، ومن ثم إنتاج جداول إحصائية تخدم اتخاذ القرار. طبعا جداول إحصائية يتم نشرها بعدة طرق في بوابة التعداد الإلكتروني، راح أتناولها في العرض إن شاء الله. هذه مراحل اللي تكلمت عنها في ربط في منظومة البيانات الإلكترونية للتعداد. هنا المراحل الربط طبعا اللي وصلناها في التعداد. مثلا شرطة عمان السلطانية تم الانتهاء من جميع مراحل الربط. مثلا ملف الأفراد في يحتوي على 36 حقل، تم ربط جميع الحقول. العناوين 28 حقل، شقة العائلة 11 حقل، والتأشيرات 9 حقول تم الانتهاء منها. وزارة الصحة نفس الشيء، 3 ملفات تم الانتهاء من جميع عمليات الربط، و نفس الشيء بالنسبة للجهات الأخرى. وزارة العمل، التنمية، مجموعة نماء. مجموعة نماء طبعا احنا ناخذ منهم حساب الكهرباء، حساب الكهرباء هذا يعرف الوحدة السكنية، ويتم ربط الشخص بالوحدة السكنية اللي كأسرة، يعني يتم ربط الأسرة بحساب الكهرباء المتمثل في الوحدة. طبعا بيانات خاصة بالاستهلاك الشهري للكهرباء في هذا الحسابات، وموقع الحساب، الموقع على مستوى الخرائط طبعا، المستوى الجغرافي اكس اند واي. خلال عمل المشروع التعداد طبعا قام التعداد بعده مبادرات. من ضمن المبادرات اللي قام بها مشروع التعداد طبعا بناء منظومه وطنيه للسجلات. المنظومه هذه منظومه متكامله تحدث آنيا، تحتوي على قواعد تدقيق تقنية وقواعد تدقيق منطقية، وتنتج بيانات إحصائية طبعا تحتوي على عدة قوالب مثل ما ذكرت، قالب أو قواعد بها بيانات فردية تخص الأفراد والمؤسسات والمنشآت، ثم تتحول إلى قاعدة بيانات المشفرة تستخدم لأغراض إحصائية. يتم تشفير جميع البيانات ويتم عمل جداول إحصائية منها. نفس الشيء قام مشروع التعداد طبعا بيانات موجودة في الجهات، كان ضرورة التأكد من مطابقتها مع بعضها البعض يعني، وبالتالي قام مشروع التعداد بعمل مطابقة وتصحيح جميع البيانات في الجهات. طبعا حسب بيانات التعريفية للفرد، مثلا الرقم المدني للشخص ورقم السجل التجاري للمنشأة سجل تجاري المنشأة والمؤسسة. نفس الشيء قام مشروع التعداد بتوحيد التصانيف والرموز المستخدمة
في الجهات المختلفة، وكما قام بوضع جداول مرور للجداول الإحصائية بهدف ضمان تكامل بيانات وترابطها. من ضمن المبادرات طبعا مشروع التعداد كان مهتم جدا ان الوصول الى الرقم الفعلي للبيان وبالتالي ضمان عملية تحديثه وعملية تدفقه، وبالتالي اضطرينا لمراجعة الإجراءات والإجراءات المتبعة لتحديث البيانات في كل جهة، وبالتالي كانت من ضمن مبادرات وتحسين الإجراءات المتبعة في الجهات وإضافة حقول جديدة بقواعد البيانات. من ضمن مثال يعني على سبيل المثال وليس الحصر، المبادرات في تحسين الإجراءات هو مثلا هنا نذكر سجل الأحوال المدنية، تم إضافة وتفعيل حق مثلا حساب الكهرباء، حق الخاص بنوع المسكن ونوع نوع المسكن ونوع الحيازة لهذا المسكن في منظومة بيانات السجل المدني. طبعا هذه الحقول سابقا لم تكن موجودة في المنظومة، تم إضافتهم وذلك يعني لأغراض تحسين البيانات والوصول إلى دقة عالية. نفس الشيء تم مراجعة اللي هو أو إصدار رقم مدني، طبعا هنا أمر تغيير تم في شرطة عمان السلطانية بالنسبة للمواليد الجدد، أي مولود جديد في وزارة الصحة يتم الربط الإلكتروني بين منظومة وزارة الصحة ومنظومة السجل المدني في شرطة عمان السلطانية، واتخاذ أمر تغييري اللي هو بإصدار رقم مدني مباشرة، وبالتالي احتساب الشخص ضمن بيانات السكان عند ولادته بشكل آني. نفس الشيء تم ربط جميع المؤسسات الحكومية وقيام العديد عدد من المؤسسات الحكومية بالربط مع شرطة عمان السلطانية بنظام اللي هو القارئ للبيانات التعريفية للفرد لضمان مطابقة البيانات بشكل صحيح وعدم ادخالها بشكل يدوي. نفس الشيء تم مراجعة بيانات شجرة العائلة بالنسبة للوافدين. هنا نفس الشيء بعض المبادرات تخص المؤسسات والمنشآت في وزارة التجارة، مثلا صار إدراك هنا رقم سجل تجاري ورمز مكان نشاط لمكاتب المحاماة والاستشارات، بالإضافة إلى المهن الحرفية والمنشآت غير الربحية. سابقا كان لا يطلب منهم رقم سجل تجاري ومكان رمز مكان ممارسة النشاط. نفس الشيء ربط الإلكتروني تم بين وزارة التجارة والبلديات من أجل ربط ترخيص البلدي برمز مكان نشاط. هذه المبادرات اللي قام فيها التعداد وإضافة رقم حساب كهرباء كحق الإلزامي ضمن بيانات عقود الإيجار سكنية أو تجارية في البلدية، وغيرها من الإجراءات في المؤسسات الأخرى. هنا يعني عشان ما أطيل عليكم راح أتكلم بشكل سريع عن بوابة المرحلة الأخيرة اللي هي من مشروع التعداد، إنتاج البيانات ونشرها في بوابة بيانات التعداد. طبعا بوابة التعداد الإلكترونية هي بوابة بيانات إلكترونية تخدم جميع المستخدمين البيانات طبعا من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد وباحثين وأكاديميين. تحتوي على ثلاث أقسام، قسم خاص بالسكان وقسم خاص بالمباني وقسم خاص بالمؤسسات. يتم عرض البيانات بعدة طرق، طريقة داشبورد وطريقة قوالب البيانات أو مجموعة البيانات اللي هي ممكن تشكيل أي جدول إحصائي يرغب المستخدم بعمله ثم تصديره على شكل ملف إكسل، وتوجد نفس الشيء التقارير الجاهزة والكتيبات الخاصة بالتعداد. هذا اللي أشرت له طرق عرض البيان. هنا مثلا لوحة البيانات هي عبارة عن لوحة بيانات أو داشبورد، خارطة تفاعلية تعرض البيانات على الخريطة. طبعا هنا عدة مستويات الخريطة، على مستوى السلطنة ثم المحافظة الولاية أو القرية أو التجمع السكاني. مجرد الضغط على الخريطة تظهر بيانات المنطقة الجغرافية التي تم تحديدها، تعرض عدة بيانات خاصة بالسكان أو المنشآت أو المساكن. السكان طبعا بمختلف خصائصهم، المشتغلين الباحثين كسكان عمانيين وافدين، المباني نفس الشيء كوحدات أو كمباني المؤسسات والمنشآت بنفس الطريقة.
هنا نفس الشيء، طريقة عرض البيانات تجميعية أو مجموعة قوالب بيانات، قواعد بيانات تفاعلية سهلة للمستخدم، تحتوي على 7 قواعد بيانات في قسم السكان، وقاعدتين للبيانات في قسم المباني، و3 قواعد بيانات في قسم المنشآت. وهذا نموذج للتقارير الجاهزة، طبعا عبارة عن رسائل معلوماتية لأهم المؤشرات. عند الضغط على الرسالة تفتح البيانات التفصيلية لهذه الرسالة، مثلا عدد سكان بتفصيلهم، لما ندخل على 946 إجمالي العمانيين المتزوجين يظهر جدول عند الضغط عليه بتفاصيل الحالة الزواجية بالنسبة للعمانيين، وكذلك في مختلف الأقسام الأخرى. هنا مكتب التعداد تعرض المنهجيات، الإصدارات اللي قام فيها التعداد وغيرها من الإصدارات الإلكترونية أو الورقية التي تتم في التعداد، يتم تحميلها في مكتبة التعداد. هذا موقع التعداد، طبعاً بوابة التعداد الإلكتروني ممكن الاستفادة منه، اللي هو portal.ecensus.gov.om، متاح لجميع المستخدمين من على شبكة الإنترنت الإلكترونية. شكراً جزيلاً لحسن الاستماع، أتمنى أن ما أطلت عليكم. شكراً.